السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن هتعلم كيفية إنشاء مجلة إلكترونية. أول شيء هتعلمه كيفية إنشاء الكفر بيج. من بعد ما بفتح مايكروسوفت أوفيس وورد وأقول له إنسيرت، من إنسيرت أقول له كفر بيج، من كفر بيج اختار الديزاين اللي انا عايزه، ولكن انا هختار الديزاين ده. اقدر اجري التغييرات اللي انا عايزها عليه، وليكن مجلة، وابدا اسمي هنا اسم المجلة. ابدا في الصورة دي اعمل ادراج لصورة تانية مختلفة عنها، وابدا احدد الصورة. بعد كده اقدر اغير في الديزاين الخاص بالصورة ديت من هنا من فورمات، وابدأ اغير في الديزاين زي ما انا عايز. اقدر اغير في الاعدادات بتاعتها في المنتصف او في اليمين او اليسار. اقدر بعد كده اغير في هل هي تكون خلف النص او امام النص. شوف كده، اقدر اغير. طبعا اهم شيء في التصميمات دايما بيكون في الخطوط، لازم يكون عندي مجموعة من الخطوط جيدة عشان اقدر اجري التأثيرات اللي انا محتاجها. اقدر اغير في المحتويات ديت زي ما انا محتاج. بعد كده اقدر ادخل على المحتوى الخاص اللي انا عايز اشتغل عليه. خليه هنا في المنتصف، أدرج مجموعة من مربعات النصوص وليكن شيب، أستخدم مثلا الشيب ده وأبدأ أشتغل، وليكن ده شكل نص هبدأ أشتغل عليه. أخليه بالإطار زي ما حضراتكم شايفين كده، وأقول له كليك يمين وأقول له تحرير النص أو تكست، وأكتب النصوص كلها اللي أنا عايز أدرجها. اقدر اخد مربع نص تاني اضافي شكله، اقدر اغير طبعا في الاطارات زي ما انا عايز من هنا، اقدر في الالوان بتاعتها، اقدر اقول له شيب فيل لو انا عايز اخليه ملون، عايز اختار مثلا لون الفيل او لون التعبئة بتاعتي. زي ما حضراتكم شايفين لون الاوتلاين اللي هو الخط الخارجي اخليه مثلا بالازرق، اخليه باي لون زي ما انا محتاج. اقول له اقدر اختار كمان العرض بتاعه او السمك بتاع الخط ده زي ما انتم شايفين كده. اقدر اخليه ليه افكت معين او ليه تأثير ثلاثي زي ما حضراتكم شايفين. تمام، هاخد وليكن الصورة ديت واقول له كنترول سي واقول له كنترول في، وابدأ اخد الشكل ده الناحية التانية واعمل له الروتيت بتاعه. خلينا هوت في الافكت، خليه بدل ما هو كده اخليه مثلا كده، اخليه بهذا الاتجاه، وابدا اقول له في الشكل هذا شيل النص خالص واقول له insert picture. اخلي الصورة زي ما حضراتكم شايفين، ده هيكون شكل الديزاين اللي عندي. طيب في عندي نصوص تانية ما بتقبلش، يعني في نصوص اوقات بتبقى مستوية شوية، وابدأ اغير في شكل النص اللي عندي. عايز نصوص او مربعات نص مستوية، يبقى من هنا من شيب واقول له في الديزاين بتاعي هنا اهوت، ادي شيب ثابت خالص اهوت، مربعين نص واخده اخليه ثابت خالص شكل كده، واقول له كنترول سي كنترول في، واخد المربع التاني واكتب جوه المربعين الاتنين زي ما انا عايز. يبقى دي الكفر بيج اللي عندي، دي شكل صفحات المجلة. طبعا اقدر اضيف براويز او اقدر اضيف تحت هنا في الفوتر دايما او في التسجيل الخاص بالمجلة عنوان المجلة. اقدر ادرج من هنا برضو من insert shape، من الشيب ده
اقدر ادرج فيه اسم، اقول له كليك يمين واقول له تكست، واقول له مثلا عنوان المجلة، موضوعها، وابدأ اكتب الاشياء اللي انا عايز اكتبها. اكتب مثلا للتواصل، اكتب التليفون، اي تليفون، وكذلك الايميل، اي شيء انا عايز اجريه. طبعا لو انا عايز اضيف برضو في الهيدر او الرأس للصفحة نفس الموضوع ده اقدر اجريه.